السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة اسمها ميرلين، ده يعتبر هيكون مساعدك الشخصي أو السكرتير بتاعك المرتبط بالذكاء الاصطناعي. لو أنت جيت على أي جملة ودوست كليك هتلاقي جيف كونتنت تو ميرلين، دي لما بيسطب الأداة في المتصفح بتاعك اللي ده عندها بيسطبها هي، تمام؟ فتقول له مثلا أن بدل ما كان بتبحث في جوجل، لأ أنت هتبحث في ميرلين أو الشات جي بي تي. يعني خليني مثلا اعمل سيلكت على حاجه من صفحتي واقول له جيف كونتنت تو ميرلين، ففتح لي الصفحه دي. تقدر تنسخ اي كلام ما انت عايزه هنا او تساله. خلي بالك انت هنا بتتعامل مع شات جي بي تي 3 و4، يعني تقدر تسال اي سؤال لشات جي بي تي 4. وليكن مثلا خلينا نساله مثلا ماذا تعرف عن مثلا الاهرامات حول العالم. هو بقى بيتواصل مع شات جي بي تي ويبدأ ان هو يجاوب. هو بيجاوب من الصفحة اللي انا فيها، تمام. فقبل ما يبدأ يجاوب على الإجابة راح قال لي احنا بنهنيك ان انت تم تكريمك في مؤتمر القمة الرقمية من اوتوديسك في الحكومة المصرية وتطوير المجتمع، تمام. فكويس، يعني شكرا ليك. يعني بيرتبط بالصفحه اللي انت فاتحها معاك، تمام. فدي من حاجات كويسه، زائد ان انت خلاص تقدر تسال نفس السؤال لشات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4. يعني ممكن تكون انت فاتح صفحه مثلا وانت شغال والصفحه دي في جزء مثلا عايز تسال فيه، فتيجي هنا وتقول له انا عايز اسال الميرلين، فيبدا يفتح لك وبيرد من الموقع او الصفحه اللي انت فاتحها دلوقتي، تمام. وتقدر ان انت تختار المزايا اللي موجودة هنا وتقدر تسيف لبرومت بحيث ان انت عايز تستخدمه تاني وهكذا.